اتوقع اغلبنا يا اخوان اذا مو كلنا قد مر بموقف محرج بحياته. كثير مننا تمر عليه مواقف يتمنى ان الارض تنشق وتبلع، زي الموقف هذا مثلا. جابك الله، امسك شوي. لا لا شكرا. امسك يا ابن الحلال. والله ما يحتاج، توني متقهوي. توي متقهوي يا ابن الحلال، امسك شوي بربط الجوتي بس. عجل تقول توي متقهوي ها؟ صدق بجيب لك قهوه انت وجهك. امشي امشي. ايه اوكي، في فيديو اليوم راح نستعرض مع بعض اخر ثلاث مواقف محرجة صارت لي انا شخصيا بحياتي الفترة الاخيرة. راح ابدأ بالمواقف تدريجيا من المواقف المحرجة اقل الى اكثر موقف محرج صار لي بحياتي الفترة الاخيرة. في يوم من الايام يا جماعه الخير كنت انا صاحي من النوم، ما كان لي خلق اي شيء. تعرفون لما تقومون من النوم كذا مخك يقول لك اسمع انت مالك اي خلق لاي حاجه تسويها اليوم. انا كنت بواحد من هذه الايام، اول ما صحيت من النوم القى رساله من اخوي الكبير. تمام، قال اسمع ابو عابد ابغاك تروح هذا السوبر ماركت تجيب لي هذه الشغله الفلانيه. خلونا نفترض انه قال جيب لي مانجا. اوكي، قال لي روح السوبر ماركت جيب لي مانجا وتعال وصل لي اياها للمكان اللي انا موجود فيه. انا توني قايم من النوم، هذا ايش جوي بمانجا الحين؟ فاهمين؟ المهم انا قلت يلا عاد خلنا نقوم بلا كسل وخلنا نحترم يعني اخونا الكبير. اشتغلت اغنيه انا واخي براسي وانا كذا قايم عارفين. والله فعلا تجهزت وتنشط وركبت سيارتي ورحت السوبر ماركت اللي فيها المانجا اللي يبغاها اخوي. اول ما وصلت السوبر ماركت يا اخوان، ما ادري هل السوبر ماركت وقتها كانوا مسوين جيف اواي على كل المنتجات اللي عندهم، لانه الوضع كان زحمه بشكل مو طبيعي. حرفيا مالك مصفط تقدر توقف فيه سيارتك عشان تاخذ السوبر ماركت، فل زحمة، الناس فوق بعض يا عمي شيء مو طبيعي. انا اول ما شفت الزحمه قلت إيه والله اني ما راح اقدر اوقف ولا بقدر انسى. فاللي صار بكل اختصار اني رفعت السماعه. الو هلا محمد. هلا والله. اسمع، وصلت للسوبر ماركت ونزلت. اوكي، وقالوا لي المانجا اللي انت تبغاها مو موجوده عندهم، خلصت من يومين كده. لا يا شيخ لا تقول. للاسف خلصت وما هي موجوده بالسوق. يلا يلا عوافي، خلاص ما قصرت. ولو حاضرين، يلا معوض خير ان شاء الله. للاسف يا اخوان هذا اللي سويته، دقيت عليه قلت له المانجا خلصت ما هي موجوده في المحل ابدا. المهم انا قفلت المكالمه من اليمين يا اخوان، رجلي اللي صار على البنزين وفاق. خلصت من اخوي، صرفته، طلعت من السوبر ماركت وانتهى الموضوع. على بالي انه اخوي صدقني انتهى، وبالفعل يا اخوان خلص اليوم ورجعت البيت ونمت والامور كلها ماشيه زي العسل. اخوي ما كلمني، والشيء هذا يدل ان اخوي من جد صدقني وانتهى الموضوع. صحيت من النوم يا اخوان، اصبحنا واصبح الملك لله. افتح جوالي القى اخوي راسل لي فيديو بالسناب شات. تمام، طبعا مضيفني بالسناب شات لازم يضيفني، سنابي على الشاشة تسويق من تحت الارض. اخوي راسل لي مقطع على السناب شات، قلت يلا خلينا نشوف وش راسل لي. اشغل الفيديو يا اخوان، اللي القاه راسل لي فيديو هو ويا الشخص اللي يبيع المانجا داخل السوبر ماركت. وايش كان قاعد يقول بالفيديو؟ كان قاعد يقول الا المانجا هذه موجوده عندك من متى؟ والموظف حق السوبر ماركت يقول موجوده من اول. رد عليه اخوي قال له يعني امس كانت موجوده عندك؟ الموظف يقول لي يا حبيبي امس موجوده وقبل امس موجوده ولها اسابيع موجوده المانجا عندي، ما خلصت. طيب طيب الله يعطيك العافيه. قفل السناب يا اخوان، انا قاعد اطالع السناب وكذا ايش اسوي يا ابي. قفط قفطه خايسه يا اخوان. الواحد يقوم من النوم يكون مصدع مثلا من نومه زفت، ولا يكون مصدع لانه نام نوم زياده عن اللزوم. انا قمت مصدع من الاحراج. طبعا مهما كانت الادله واضحه لازم تجح. ارسلت لك ادله غريبه، شكل الموظف ذا امس كان مزاجه مو كويس وقال لي ما عندي مانجا. فيديو اليوم يا جماعة الخير برعاية تطبيق حكون. حكون هو تطبيق من خلاله يمديك تسوي بث مباشر وتكسب منها فلوس بنفس الوقت. اللي يميز المنصة هذه عن غيرها من المنصات انه يمديك تشغلها على الكمبيوتر، على اجهزة الهواوي، اجهزة الاندرويد والايفون برضه. منصة حكون تدعم المواهب والمضيفين الجدد والمضيفين النشيطين برضه، ومو بس كذا المنصة ترفع حساباتهم وتبينهم للجمهور علشان تطلع للقمة بشكل اسرع. من مميزات هذه المنصة انه اي واحد حتى لو كان جديد وتو بادي في هذه المنصة يقدر يطلع فلوس زي ما قلت لكم. لو كان بثك جامد الناس اللي قاعد تتفرج هذا البث ممكن يرسلوا لك هدايا، والرهيب انه لو كان بثك ترفيهي منصة حكونة نفسها راح تدعمك بجوائز وترفعك بين كل المستخدمين. طبعا اخوان الهدايا اللي تجيك تقدر تحولها الى مال حقيقي كاش بشكل اسبوعي، تقدر تسحب $899 بحد اقصى. عاد تخيل كم المبلغ اللي يمديك تطلعه خلال شهر. روابط التطبيق اخوان راح تحصلونها تحت في الديسكربشن، حملوا التطبيق وحياكم هناك لاني راح افتح بث هناك قريب ان شاء الله.
الموقف الثاني يا اخوان صار انترناشونال في دبي. كنت متفق مع شركة تأجير علشان تجيب لي سيارة. السيارة اللي انا مبلغ شركة التأجير انهم يجيبون لي اياها كان لونها ازرق. على العموم وصلت دبي، واول ما وصلت دبي ورحت الفندق كلموني شركة التأجير قالوا لي عبد الله السيارة حقتك جاهزة انزل. والله وقف يا اخوان انا مبسوط ونازل كذا متحمس ابغى اشوف السيارة اللي لونها ازرق. شفت كل الوان السيارات الا اللون الازرق ما كان موجود قدامي، كان موجود نفس السيارة ولكن لونها كان ابيض. اطالع السيارة اقول يهو هذه مو لون سيارتي. وينزل عاد وقتها يا اخوان شخص من هذه السيارة، خلونا نعطيه اسم فيصل. نزل فيصل من السيارة وقال اهلا عبد الله بابا هذه السيارة. قلت له حبيبي مو هذه السيارة اللي انا ابغاها. قال لي اوه انت طلبت السيارة اللي لونها ازرق صح؟ قلت له يب. تشوف هذا لون ازرق؟ هل انا نعميت ولا ايش فيه؟ قال لا 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 انت ما قال لك عبد الرحمن عن السيارة الزرقاء ايش صار فيها؟ طبعا عبد الرحمن هذا الشخص اللي انا تواصلت معاه علشان اخذ منه السيارة. فيصل هذا واحد يشتغل عنده جاي يوصل لي السيارة. قلت له لا عبد الرحمن ما قال لي، بالعكس قال لي بجيب لك السيارة الزرقاء. قال يا رجل خلها على ربك، السيارة الزرقاء أعطيناها واحد كان مستأجرها قبل كم يوم ماشي 160 في أحد طرق شوارع دبي صدم في لمبة. أنا حزنت وقتها ويا قلت لا. قال لي والله وقطع غيار السيارة هذه ما تحصلها أصلا، يا دوب إحنا نام متوهقين مع الوكالة ونطلب قطع غيار خليها على ربك يا رجال. أنا خشيت معاه بالسالفة يا إخوان، قلت له أوف مسكين طيب وين الآن هو؟ هل يعني عوضكم صار شيء؟ قال فيصل الرجال للأمانة وللأسف ما كان بوعيه، كان سكران هو يسوق السيارة الله يكافينا وياكم الشر، سوى فيها حادث والآن هو عند الشرطة. قلت أوف أوف يا ساتر يا عمي شو القصة هذا؟ قصة فيلم. يلا يا شيخ الله يعوضكم خير إن شاء الله، والله يفك السر إن شاء الله ذاك والأمور تنحل فيما بينكم. قال لي إيه والله عاد يلا مو مشكلة، تعال تعال اقعد اقعد بالسيارة خلينا نخلص الأوراق علشان نسلم لك السيارة وتاخذها. قلت له يلا بسم الله توكلنا على الله. قعدنا بالسيارة وإحنا قاعدين بالسيارة يا إخوان مين جاء؟ جاء عبد الرحمن. عبد الرحمن الشخص اللي أنا كنت قاعد أتواصل معاه واقول له ابغى السياره الزرقاء تمام. اول ما جاء قال لي هلا عبد الله كيف الحال؟ قلت له هلا ومرحبا وين السياره الزرقاء يا هو؟ عبد الرحمن قال لي وقتها والله السياره حاولنا نشغلها بس ما اشتغلت فيها عطل في الماكينه. كان طالع فيصل جنبي راكب قال لي قبل شوي حادث و160 وشخص سكران وسكوا الشرطه وزوالي قصه. عبد الرحمن يقول لي بس حاولنا ندقها سلف ما اشتغلت فجبنا لك هذه بداله. فلكم ان تتخيلون موضع فيصل الان وهو جنبي قاعد كذا وربك يا موقف زبت. عاد انا كملت مع عبد الرحمن قلت له غريبه صراحه دق سلف ما تشتغل، خويك فيصل يقول واحد سوى فيها حادث كان ماشي 160 ومسكوه الشرطه ومن عارف ايش. عبد الرحمن وقتها توهق حس ان فيصل جاب العيد وقال لا لا ايش قايل انت يا فيصل لا لا عطل بسيط بس. والله يا اخوان عادي كان من البدايه يقدر يقول لي السياره فيها عطل جبنا لك واحده بدالها وانتهى الموضوع ايزي، لكن حادث وسكران و160 ومسكوه الشرطه ليش؟ على العموم هذا الموقف الوارد الثاني يا اخوان، الله لا يحط اي احد في مكان خويه فيصل. خلونا نروح للموقف الاخير اللي عندنا في فيديو اليوم اللي هو راح يكون اقوى موقف. اوكي اخوان قبل فتره كنت متواجد في مكتب جالكسي ريسر التيم تبعنا جي اكس ار، وانا موجود هناك يا اخوان كنت متواجد يا اخوان في المكتب وكنت قاعد مع شخص من المكتب اسمه دنفر. المهم قاعدين انا ويا دنفر وقاعدين ناخذ ونسولف ونعطي الين ما خلصنا الاجتماعات اللي كانت عندنا في المكتب، خلصنا سواليف وقررنا اننا ايش نمشي. والله طلعنا من المكتب توجهنا للمصعد، جينا بنستخدم المصعد عشان ننزل. واحنا قاعدين في المصعد جاء ورانا شخص برضه طالع من مكتب جي اكس ار من احد الموظفين اللي داخل وجاي يبغى يستخدم المصعد ويانا. فالادمي كذا واقف وكان كذا طويل وجاء المصعد عاد وقتها فتح، دخلنا احنا الثلاثة داخل هذا المصعد انا ودنفر والشخص الثالث هذا. مكتب جي اكس ار يا اخوان في دور جدا مرتفع في البناية اللي احنا كنا فيها، لما ينزل المصعد من فوق لتحت في مسافة شوي الواحد يقدر يفتح فيها سالفة. فدنفر وقتها قرر يفتح سالفة. دنفر بدا وقال توبز تعرف الرجل هذا؟ طلعت فيه قلت له لا والله ما تشرفنا، مين الشخص هذا؟ قال هذا سيلفستر. قلت هاي سيلفستر اهلا. سيلفستر لف علي ورحب فيني. دنفر قال توبز انت تلعب فيفا بالبلاي ستيشن؟ سيلفستر يلعب فيفا ان ريل لايف، يلعب فيفا بالواقع. انا على بالي دنفر قاعد ينكت يعني بيقط نكته ولا بيسوي مزحه ولا شيء. قلت له اوكي ابي امشي الليله ابغى انزل خلاص. دنفر وقتها كمل وقال لا لا الرجل هذا اسطوره ويمكن يسوي له بطاقه في فيفا. انا على بالي دنفر باقي مستمر يمزح وانه مثلا الادمي هذا لعيب فيفا ولا شيء، ما لا ماني فاهم ولا حاجه. سيلفستر لف علي وقال لي يس يس. لفيت عليه انا وقتها قلت له اوه ما شاء الله تلعب فيفا. رد علي هو وقال لي يس يس اي بلايد ان مانشستر. قال لي لعبت في مانشستر. فانا وقتها بديت اجمع الامور واحاول اربط السوالف ببعض، ليجند وبطاقه فيفا ومانشستر. فقلت بس شكل الادمي مانشستر هو فريق المفضل فيفا. فدخلت انا معاهم قلت له ما شاء الله تلعب في مانشستر، يلا يلا اتمنى يوم من الايام تقابل كريستيانو رونالدو. سيلفستر ايش رد علي؟ قال لي
يا 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 سلك لي حرفيا سلك لي. على العموم الحمد لله لك يا رب، الحمد لله وصل المصعد للدور الارضي. طلعنا كلنا من المصعد، سيلفستر سلم علينا قال تيك كير جايز، مشى مباشره كلم دنفر قلت له وليش يعني ما قاعد يضحك ويانا، ليش حسه كذا شايف نفسه؟ رد علي دنفر قال لي برو انت تعرف مين هذا؟ قلت له لا والله ما اعرف مين هذا. قال لي برو هذا ميكال سيلفستر، هذا كان لاعب في مانشستر يونايتد. قلت ليش؟ قال اسطوره في الملعب زمان. Sylvester and paging run. Oh yes, it's his first goal for Manchester United. قال لي يا عمي شوف الانستغرام حقه. قلت له دقيقه دقيقه افتح الانستغرام حقه يا اخوان، انزل بس كذا القى متصور مع كريستيانو رونالدو. المصيبه الاعظم انه هو وكريستيانو كانوا يلعبون مع بعض. اللي فشل انه في المصعد والله قلت له ان شاء الله يوم من الايام بتقابل كريستيانو، لانه قال لي انا العب بمانشستر، فقلت يلا ان شاء الله تقابل كريستيانو وتحقق يعني احلامك. طلع الرجال كانوا يلعبون هو وياه مع بعض. ورب الكعبة يا اخوان موقف محرج بشكل مو طبيعي، انا ما كيف ما عرفته. الاحراج ما وقف هنا يا اخوان. اليوم الثاني رحت برضو كان عندي اجتماع في مكتب جي اكس ار، وكان هو موجود، هو عنده مكتب هناك في جي اكس ار شغال ويانا هو بالتيم. طبعا اول ما دخلت المكتب يا اخوان الموظفين يطلعوني وقاعدين يضحكون، كل واحد يجي ويقول لي بالله ما عرفت سلفستر، بالله صار لك هذا الموقف. اثاني دنفر يا اخوان نشر سالفتي السيئه هذه مع كل الموظفين اللي بالشركه، باقي بس ينشرها في انستغرام بس. وقتها جاني واحد من الموظفين هناك قال لي اسمع ادخل على مكتب رجال وصور معه. قلت له لا والله لازم ادخل اعتذر له وعن اللي صار امس، انه يعني انا ما عرفتك وزي كذا، بنفس الوقت ابغى اصوره، ابغى اكون يعني محترم بلس، ويا ليتني ما صرت محترم. الرجال يا اخوان كان قاعد بمكتبه كذا تمام، انا الان متوجه للمكتب حقه علشان ادخل وبعتذر له وباخذ معاه صوره. وكل الموظفين وقتها خلوا شغلهم قاعدين يترقبون اللحظه اللي بدخل اسلم فيها على سلفستر واسلم عليه واصور معه. والله بالفعل اوصل عند المكتب حق سلفستر، ادق الباب وافتحه، واول ما دخلت توني جاي اتكلم الا لف علي وقال لي سوري. ثاني لابس سماعة بدن اليمين وقاعد يكلم بالجوال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا المواقف الزفت اللي قاعد تصير معاي. أنا ليش دخلت أصلاً؟ ليش قلت أبغى أعتذر وأصور معاه؟ ليش؟ وقتها قلت له أوكي سوري واطلع يا إخوان من الباب. والموظفين كلهم واقفين يطلعوني كذا أنا واقف. ابغى ضربت الشق، ابغى اختفي، ابغى اسوي اي مهاره، اي ابغى اختفي، ابغى اطير. المهم قالوا لي ما عليه بس عنده اتصال هو. قلت انا ادري عنده اتصال، عشان انت فشلت طالع زي كذا. رحت قعدت في مكتب ثاني. لا والله الرجال مسكين محترم جدا، خلص اتصاله وجاء هو لين عندي قال لي كنت ابغى شيء؟ قلت له يس. كنت ابغى شيء؟ كنت ابغى اصور معاك. قال لي تعال. وصورت معاه هذه الصوره يا اخوان ونزلتها على انستغرامي وكتبت اخيرا صورت مع شخص، صور مع كريستيانو رونالدو. عاد اخوان تخيلوا انه ضافني على الانستغرام وشاف الصوره هذه وقرا الكابشن. بس اخذ الموضوع بصدر رحب جدا وعلق وكتب لي هذا التعليق. الحمد لله اخذت صوره مع الاعظم واللاعب الثاني هذا. ايه سماني الجوت كريستيانو رونالدو اللاعب الثاني. والله شكرا يا سلفستر. سلفستر فيو سي ذس يور ماي فريند. وبس والله يا اخوان خلصت المواقف المحرجه اللي صارت معي الفتره الاخيره. قيموا مواقف المحرجه من اقوى الى الاسوء تحت بالكومنتات، قولوا لي ايش كان اقوى موقف محرج سمعتوه في حلقه اليوم، وانتم لو كان عندكم مواقف محرجه اكتبوا لي اياها بالكومنتات عشان ما تفشل الحال يا اخوان. ابغى اقرا الكومنتات واقول اوه والله حتى هم صار معهم مواقف مو بس انا. يعطيكم العافيه على المشاهده، اشوفكم ان شاء الله على خير، دعواتكم ما تصير معي مواقف محرجه في المستقبل. كفاك عبد الله، مع السلامه. كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليل جوي الفليك شارع وبيت زبط الكيف ياه بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترينز سامع وعارف ان احنا كينز واللي متضايق دو جيرم الليك.